بالفازلين والليمون، او لا بالفازلين والحامض، غادي تزياني وتصغري ان شاء الله 20 سنه من العمر ديالك. غادي تعالجي ليا الكحوليه اللي كاينه في لي بارتي انتيم، اللي كاينه في اليدين ديالك، في الرجلين، في العنق، في الوجه، في اي بارتي يا البنات، زائد التبييض والتفتيح الهائل. كاين بعض البنات عندهم دي بارتي بيضين ودي بارتي وحدين اخرين بنيين، ما موحدش اللون، كاين اللي عندها الزروكيه، كاين اللي عندها الكحوليه. ف الله يحسن العون لكل وحده. زائد البنات النعومه والترطيب العميق اللي غادي يكون في هاد اللمولاتي وصفه. فنتمنى تعجبكم، نتمنى تنال الرضا ديالكم. بليز 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 عافاكم غزالات ديالي، ما تبخلوش عليا بلي لايك، لانه بفضل اللايكات ديالكم لا فيديو كيتشاف عند بزاف الناس واحد اخرى، وبالتالي كتعم الفائده للجميع. فما تنسينيش غزاله ديالي واحد اللايك، اشتركي في لاشين مرحبا بك، فعلي زر الجرس، خلينا تعليقات ديالك، الاقتراحات ديالك، الاستفسارات ديالك. مرحبا بكم كاملين البنات، وعلى بركة الله يلاه معايا باش نتعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال. المهم البنات، اول حاجه غنحتاجوها هي المعجون ديال الاسنان. هنا البنات خديت هذا الحجم الصغير ديال كولغات، معروف او كولغات، كل واحد شنو تيقول لي. المهم هذا البنات زوين، حجم الصغير كيوت عادي، هذا اللي كيجي بالاحمر والزرق، فيه 25 مليلتر. ها هو البنات زوين، ريحته صراحه بفليو، هذا البنات خديته بفليو، ريحه ديالو غزاله. وانت ممكن تاخدي اي معجون، سواء هذا ولا مثلا انا غنقول لكم بعض الانواع اللي عندي، هما بالاحجام الكبيره. فعندي هذا مثلا ديال كريست، ها هو معروف زوين. عندي هذا ديال لا مارك بريدونت، هذا البنات كيكون رخيص بزاف، كيدير غير 5 دراهم، كيكون بالحجم تبارك الله كبير، شفتوا الحجم ديالو راه فيه 100 غرام وكيدير غير 5 دراهم، يعني رخيص. بالنسبه لكريست فيه 155 غرام، يعني كبر، كيكون كبر منهم، وحتى هو مزيان. وكاين طبيعة الحال انواع كثيره ديال معجون الاسنان، يعني هنا المساله كتبقى ذوقيه، كل وحده شنو غادي تبغي، كل وحده شنو ما غتبغيش. كاين كذلك هذا من لا مارك تريدونت، كي فيه 100 غرام، حتى هو غير ب 5 دراهم، هذا كيجي باللون الاسود لانه بالفاخر والقرنفل. كاين كذلك البنات هذا بفليو، كيجي فيه 3 ديال الالوان، اللون الاحمر والزرق والابيض، وكاين بزاف. المهم انا حاولت البنات نبارطاجي معكم غير شنو كاين وصافي. اما تبارك الله الانواع راه كتختلف على حسب الدوله وعلى حسب انت شنو كيناسب الوجه او الجسم ديالك. كذلك البنات غنحتاجوا الليمون الحامض، ها هو انا راه ما تيخطانيش الليمون الحامض، كيعجبني بزاف، فوائده كثيره جدا ومتعدده. وبالنسبه في المكونات البنات الثانويه، يعني الكوطي الثانوي من غير الكوطي الرئيسي، لانه الرئيسي غنحتاجوا فيه غير معجون الاسنان الحامض كما شفتوا في الصوره المصغره. بالنسبه لبنات المكونات الثانويه غنحتاجوا ان شاء الله الى النشا، او ما يسمى البنات بالذره او المايزينا. هنا عندي هذه النوعيه ديال ايديال فيها 180 غرام، مزيانه هذه، ممتازه البنات غزاله. وعندي هذه النوعيه ديال زهره الدراغبرا فيها 170 غرام، كدير 7 دراهم، والاولى اللي وريتكم كدير غير 6 ديال الدراهم. وغنحتاجوا ان شاء الله كميه من الشوفان او الخرطال، قلنا نشا قلنا الشوفان. وكذلك البنات غنحتاجوا كميه من الارز الابيض، ها الرز، الشوفان، النشا، الحامض، معجون الاسنان. وغادي ندير معكم ان شاء الله الماء ديال الورد، علاش؟ لانه معجون الاسنان او الحامض بعض البنات ما كيتواتاش معاهم، بعض البنات كيدير لهم حساسيه، بعض البنات كيسبب لهم تهيج، فلتفادي التهيج، لتفادي الاحمرار، الحبوب، سيكاتريس، المهم الله يحفظنا ويحفظكم يا ربي. فغنحتاجو قرعه ديال الماء ورد 3 دراهم وبجوج دراهم ونص، هذا ماء ورد ديال البستان ديال قلعه مكونه، هذا صالح للتجميل واحمرار العين والحمى والتجاعيد، وزوين بزاف، هذا كيصلح الزروقيه تحت العين، سيكاتريس، عندك عينك منفوخين الله يحفظ. فالمهم هذا زوين، هذا غزال غزال البنات، هذه قرعه الماء ورد. البنات اللي ما بغاوش يديروا الحامض او عندهم حساسيه، فممكن تعوضيه بعصير هكذا، نص برتقاله تعصريها. المهم على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها البنات هي النشا، او ما يسمى البنات بالمايزينا او زهره الدروك، كل واحد شنو كيقول هاد النشا. هذا نتوما درت تقريبا جوج معلقات، غادي نجمعهم بالميه ديال الورد او ما ديال الزهر، بحال بحال
ودابا البنات من بعد ما ضفت النشا وضفت الماء ديال الورد غنزيد الاروز باودر نتوما دابا غادي نعصر الحامض الا عندك الحساسيه ما تكتريش منه ما عندكش الحساسيه غير كتري منه على حسب غادي نضيف دابايا كميه من الخرطال او الشوفان هاي معلقه وغادي نضيف معجون الاسنان وهنا قلت لكم اي نوعيه ديال معجون الاسنان ممكن تضيفيها يعني على حسب الرغبه والاختيار ديالك يعني ممكن تضيفي نوعيه اللي اللون ديالها كيكون ابيض ممكن تضيفي نوعيه اللي اللون ديالها على حسب غير هو البنات الا كان عندكم الحساسيه فحاولوا ما تضيفوش النوعيه اللي فيها الالوان ضيفوا غير النوعيه البيضاء انا هنا البنات غنضيف هذه الكميه المتبقيه عندي من كريست فتقريبا ما توفرش عندي بزاف فيها جوج معلقات اولا معلقه صغيره هانتوما وكنجمع هذا هو الشكل ديالها شفتوا بحال هكذا كيصبح من بعد كتطبقي الوصفه ديالك على اي بلاصه بغيتي على اي بلاصه فيها سواد اي بلاصه فيها كحوليه عنقك وجهك ايديك اي بلاصه يا البنات من بعد ما كتجف المنطقه اللي طبقتي عليها الوصفه بطبيعه الحال فكتغسلي الوجه ديالك ولا العنق ديالك ولا اليدين ديالك ومن بعد كدوزي باش ترطبي وبزاف البنات غايقولوا لي بغيناك تشاركي معنا بعض المنتوجات ديال الترطيب فانا البنات غنشارك معكم بعض المنتوجات ولكن ركزوا لي في الوصفه اكثر الوصفه راه بعدا ان فتغسليها غتحسي بواحد الفرق كبير وكبير وشاسع بحال كما كنقولوا عملتي شي عمليه ديال التجميل يعني فرق واضح وضوح الشمس ولله الحمد فغيبان لك البياض غيبان لك التفتيح توحيد اللون ولكن البنات خليوها عافاكم حتى تنشف لانه يعني لما نشفتش ما غتعطيكش النتيجه اللي بغيتي بلوس كذلك البنات كتحسوا بالبروده وبانتعاش وبلا بغيونس يعني كتحسي بكل الاشياء ايجابيه ولله الحمد فهاد لاله مولاتي وصفه هانتوما شوفوا غير القوام ديالها يبين لكم كتجي عاقده وفنه يا البنات والقوام ديالها كيحمق فبالصحه والراحه وكذلك البنات اللي غنبغي نقول لكم هو انها كتنفخ طبيعيا يعني البنات اللي باغيين ينفخوا او يبرزوا بعض المناطق فاي هي الغزاله ديالي راه كتنفخ ما تخافيش من هاد الناحيه هادي وبالصحه والراحه ودابا غنجي باش نبارطاجي معكم بعض الاشياء اللي ممكن ترطبي بها اول حاجه غنبداو بها هو واحد الزيت اللي هو زيت الاطفال بطبيعه الحال غني عن التعريف زيت جونسون بيبي ممكن ترطبي به خصوصا هكذا الا بغيتي شي ريحه زوينه ريحته هكذا الطهاره ونقا وهذا هذا جونسون كاين فيه اللون الغوز الخضر والزرق والموف اي نوعيه بغيتي خوديها انا كناخذ اغلبيه الغوز ولكن الا بغيتي شي حاجه طبيعيه فمن الاحسن تاخدي اللون الاخضر لانه كيجي بالصبار كاين كذلك البنات هذا اللوشن ديال هذا لاماك فازلين هذا لوشن للجسم الغير الدهني تما يكون كيبان لكم ها هو هذا صبار ملطف كيساعد في العنايات البشره في 200 مليلتر هذا صراحه زوين ريحته يا سلام يا البنات الريحه كتحمق ريحه غزاله غزاله وكيدير تقريبا شي 30 درهم فوقيت البرد كي الثمن ديالو كيتزاد كاين فيه اللون الغوز الابيض القهوي هذا الخضر فيه بزاف النكهات فيه شي 6 او 5 النكهات على حسبك انت شوفي اللي غادي يتواتى معك اكثر وكاين هاد لي كريم هادو البنات
هما كريمات كيديروا 12 درهم، غنوريكم كل واحد بوحديتو. كاين هذا بالجليسيرين كريم اصلي كيجي طبيعي فيه 200 مليلتر كيدير 12 درهم، كاين هذا بالحامض كيدير 12 درهم فيه 200 مليلتر، وكاين هذا يا البنات بلافوكا كيدير 12 درهم، وكاين حتى في الفاني وبزاف نكهات واحد اخرين غتلقاهم عند مالي المكياج. الثمن هو 12 درهم البنات. كاين هاد نيفيا هادي كريم العلبه الزرقاء كيدير 20 درهم فيه 150 مليلتر، حتى هو زوين البنات اقتصادي باش تعرفي اصلي دائما بهاد الاسم هادي ولا بهاد الكتابه كتكون مطبعه او محفره مزيان. كاين كذلك الماس هاد لي كريم لي كيديروا غير 8 ديال الدراهم لا غير على مسكين، ها هو كريم لي ترطيب الجلد بالجليسيرين فيه 150 مليلتر، كاين كذلك هذا ب 8 دراهم. وكاين كريم جليس وليد اللي كنعشقوه يا البنات وكنحماقوا عليها، هو هذا تا هو زوين ب 20 درهم كيبيض وكيوحد، وهذا فاش كنهضر على التوحيد راه بالصحه البنات ولكن كيبغي المداومه. هذا فيه 125 مليلتر فيه ترطيب وتنعيم وحمايه للبشره وكيدير 20 درهم ورخيص وزوين اقتصادي. وطبيعي الحال كاينين انواع ديال الفازلين اللي كيديروا 5 دراهم بالنكهات اللي بغيتو، التفاح الورد كاكاو الطبيعي اللي كيجيب اللون الزرق، يعني شوفي انت اشنو باغا بطبيعه الحال. فهاد الشيء اللي كاين بالصحه والراحه البنات، نتمنى هذا فيديو عجبكم، نتمنى انه كان خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوناش ملي لايك اشتركوا في لاشين فعلوا زر الجرس، غادي نتلاقى معاكم في ميزات وصفات ان شاء الله عن قريب. الى اللقاء.